نجي على المونو الفابيتك سايفر. المونو الفابيتك سايفر حسب اللغة الإنجليزية حسوا أنه أكو أحرف تتكرر هواية بالنص الرسالة، فسووا مثل إحصائية قالوا أنه الأي مثلا تتكرر فد 10 مرات بالرسالة الوحدة، أكثر من مثلا الكيو، أكثر من الزد، أكثر من الواي، فصارت وكأنه يعني فد احتماليات اللي هي قاموا يسموها يعني مثل هنا اي بي سي اي سي بي. زين الاحتمال مالتها شقد تتكرر، شقد يعني تقدر تستخدم نفس الاحرف بس لاكثر بغير ترتيب، فصارت هي 3 ويا الفكتوريال اللي هو 3 فكتوريال. زين يطلع لي 6، فاذا انا اقدر اطلع 6 احتمالات من هذه الرساله. زين اللي هي بها اي بي سي، واحتمال واحده من عندهم تكون صحيحه. زين ف طبعا المحللين خلينا نقول المحللين الناس اللي تحلل هذه شافوا انه اي والله الاي مثلا 8% هي تتكرر بالنسبه لاي رساله تنكتب. زين البي 1.5، زين العفو السي 2 و 7 و 782، وهكذا اكثر شيء يتكرر هو الاي. زين فيجي مثلا كمثال انه انا استلمت هذه الرساله، زين اللي هي هاي الفوق يو زد كيو اس او في يو ماكو. زين اجي اباوع احتماليات التكرار ايش قد. شوف هنا انا بي متكرره هوايه، هنا انا اشوف نفس السطر هوايه بيات، فاذا انا اقول البي اكثر شيء اذا متكرره فاخلي الاي لانه اكثر شيء متكرر بالش اسمه هو الاي. زين فصارت شنو، صارت الايات هنا انا اسمه كل بي حولته اي، كل بي صار اي. زين فصار عندي فد يعني تحويل معين او فد خلينا نقول توزيع معين للاحرف. زين اجي على الاقل اللي هي الاس ايش قد شو اسمه المكرره. شوف هنا ايش قد مكرره الاس، مثلا الاس مكرره مرتين 3، زين 3 مرات 4 مرات، فاذا اني اجي ايش قد الاحتماليه الاي مكرره. زين هنا فاكتب اي الاس يعني على ضوء الاس. زين ايش قد مكرر اخلي التكرار الثاني يجي اللي هو اي، وهكذا الى ان اخلي يعني نسبه وتناسب بين الاحرف المكرره عندي بالسايفر تكست ويا اللي ما موجود بال الباي شارت هذا، بحيث ابدي اعيد توزيع هاي الاحرف اللي جتيني من السايفر تكست الى النسب اللي موجوده بالباي شارت. زين بحيث شنو يصير؟ يصير وكانه فد تخمين بسيط على هذا الشيء. زين بالنتيجة شوف طلعت ذات، إذا أكو ذات بالموضوع، هذه تي فاحتمال تصير إت. زين الكيو احتمال يصير بعدين وراها فد كلمة لغ، إذا أنا أكمل الشسمة شوف هنا الجو صار ذا. زين قامت تبين الأحرف، قامت تبين الجملة، وبالنتيجة من أكون يعني مخلص كل شيء طلعت الرسالة مالتي حسب الاحتمالات مالت التكرار الأحرف الموجودة. وشكرا.